اللقاء الجامد قوي بتاع كل سنة 2015 بتعيد التاريخ بطريقة أحلى بكتير. نصر العطية حبيبنا، الحمد لله مركز أول. صباح الفل، صباح القشطة. صباح القشطة دي يعني سنتين سباق فراعنة خليتك تقول صباح القشطة. والله صباح شوف، يعني احنا مبسوطين يعني بتواجدنا هنا بمصر، واحنا مبسوطين أكتر. ورالي الفراعنة هو معروف من تقريبا تاني أصعب واحد بعد دكار يمكن. والله في شوف، نعم، لأنه بيذكرني برالي دكار في أفريقيا. طبعا طبعا، نعم. رالي دكار في أفريقيا، واحنا مبسوطين بتواجدنا طبعا. وبلدك التاني حبيبي، أكيد أنت من زمان بتيجي مصر وعندكم شقة من زمان وزي الفل. الرالي السنة دي يعني يمكن تنسيقه كان شبه السنة اللي فاتت بس المناطق مختلفة. مختلفة بقى. والله شوف، التنظيم كان أفضل وأحسن والمراحل كانت أحلى. الستيج الأولانية بتاعت سيوة دي هاي والله كانت حلوة. هاي كانت حلوة ومفاجآت. الطعوس أخبارها إيه؟ ما في مشكلة، الطعوس عندنا. طبعاً أنتم ملوك الطعوس. وابن البر ابن الصحراء ما عنده مشكلة. ما عندوش مشكلة. الحمد لله على سلامتك. الله إحنا مبسوطين جداً جداً. وإحنا مبسوطين. تسلم حبيبي. تقريبا نفس المفارقة الجميلة اللي حصلت السنة اللي فاتت، انه المركز الاول والمركز الثاني على التوالي تاني سنة يكونوا الاثنين عرب، ابطال عرب لله. من الابطال اللي كلنا بنحبهم ونحب نشجعهم دايما، نصر العطية وزيد الرجحي اول وتاني. حبيبي الحمد لله، الف مبروك. والكواد بعد محمد ابو عيسى، الكواد محمد ابو عيسى من قطر، من قطر فاز الاول، خد اول في فئة الكواد. الف مبروك، الف مبروك لحبايبنا. احنا بنوصل رسالة، السنة عربية، السنة بالضبط، السنة عربية. الرياضة بتشيل كل الفروق السياسية والفروق الحدودية اللي ما بين الاخوة العرب وحبايبنا كلهم. منورنا الحمد لله على السلامة، وان شاء الله ان شاء الله البطولات جاية ان شاء الله باذن الله. شكرا حبيبي، تسلم. شكرا لي، شكرا، مع السلامة. مع السلامة.